كل ما اروح عشان اعمل تحليل لابني ادي يدين 41 يوم. قلت طب لو ابني تعبان يقعد عشان يعمل لي التحليل يموت. عنده 9 شهور، فاخدته مستشفى ابو الريش عملوا له تحاليل، وبعد كده اتصلوا بيه قالوا له ابنك تعالى هيعمل عمليه الساعه 9 الصبح. دخل العمليات ما فقش من البنت، خرجوا لها ميت. خدته ورحت بيه كذا مستشفى، تمام، ما رضيتش تقبل. وكان عنده التهاب كلوي في رجليه اليمنى، فما رضيتش تقبله كذا مستشفى، تمام. بيقول لي ما فيش دكاتره. طب ازاي ما فيش دكاتره؟ بس ما فيهاش حد. بصي بس ايه اللي جرى لها؟ هي نزلت العمليه بتاعها، جه الدكتور اللي اسمه عمرو ابو عينين خضرا اللي هو من عبد الله ده كان مساعد معاهم تحت. ما عرفتيش؟ طب اسكتي اسكتي.